السلام عليكم، مكملين وياكم بلينكس للمبتدئين. إذا جينا نطلع هنا سيدي، نطلع من الروت مثل ما تعلمنا، ندخل على البن، دخلنا على البن، سوي ls minus l، طلع لك كل الملفات اللي موجودة هنا. هسه ناخذ لنا فد ملف، ناخذ لنا ملف مثلا ملف الباش هذا. إذا جينا إحنا ملف الباش هذا راح تشوفه يقول لك root user root والجروب الروت. إذا إحنا جينا هذا ملف الباش قلنا له ch mod، غير لنا المود مالته، نقول له مثلا بالنسبة لليوزر شيل permission من عنده، شيل execute من عنده. بالنسبة للملف اللي هو اسمه باش، دسنا انتر، راح يقول لك changing permission not permitted، لانه اصلا انت طاب بيوزر عمار، فما راح تقدر تغير. احنا يعني بالفيديو السابق غيرنا اليوزر، لان اليوزر عمار هو اللي مسوي create للفايل السابق، اما هذا الفايل اللي اسمه باش الروت يتابع للروت، ما تقدر تغير البرميشن مالته الا انت تدخل كروت. يعني اذا جيت قلت له سودو وجيت خليت change mode of access وتقول له بالنسبة لليوزر شيل ال execute، وقلت له بالنسبة للملف اللي اسمه باش، خلاص من عندك باسورد 1 2 3 4 5 6 أنا مسوي، تشوف بهاي الحالة غيره. أما أنت ما دام أنت اليوزر مالتك فما راح تقدر تغيره، راح تدوس ls minus l أول واحد، هو راح تشوف إنه انشال الإكسكيوت بالنسبة لهذا اليوزر. هسا إحنا نرجع، وصلت لنا الفكرة إنه كل يوزر لازم يسوي تغيير بالنسبة إذا كان هو on، أما إذا مو هو الأونر ما راح يقدر يسوي تغيير إلا إذا يدخل هذا اليوزر. نرجع مرة له، نضيف نقول له sudo chmod بالنسبة، ضيف لنا هالمرة راح نقول له لليوزر، ضيف لنا الإكسكيوت على مدرجة مثل ما كان، ونقول له بالنسبة للباش فايل نشوف ls minus l، المفروض هسه رجع ضاف الاكسكيوت بالنسبة للباش فايل هنا. أنا هاي شوفوا رجع الاكس هنا. هسه نرجع cd وراها، اذا كتبنا cd بالمناسبة يرجعك رأسها للهوم دايركتوري. هسه هنا cd نطب للدوكيمنت، طبينا للدوكيمنت ls minus l. اذا جينا هنا نريد نغير change الاون، الاونر نريد نغيره تخليه بالنسبة لليوزر root، يعني هسه هو اليوزر عمار، انت تريد تخلي الاون root للملف اللي اسمه هاي architect وتدوس انتر، راح يقول لك changing ownership not permitted، ما يخليك انت اي واحد اي يوزر، انت طاب اليوزر عمار مع العلم انه انت فايت بي، لكن هاي العملية لازم تتم عن طريق السوبر يوزر. فتقول له sudo change on بالنسبة نطيه هذا، خليه root الاون مالته الاونر مالته، وخلي بالنسبة للملف هاي iqtec ودوس انتر، شوف غير لك اياه. هسه انت هنا نشوف بالنسبة للiqtec عمار كان هنا. هسه اذا نسوي ls minus هنا، اذا اجينا نسوي ls minus l تقدر انه انت تحدد بالنسبة للملف هاي iqtec، يعني هاي هم يعني معلومة ضيفوها لمعلوماتكم. اذا كان عندك فايلات هواية تريد انت details فقط لملف واحد، يعني ما اريد يطلع لي هاي الورك والهاي iqtec وهلو، اريد فقط يطلع لي هذا السطر مال هاي iqtec، اكتب ls ناقص l بالنسبة للهاي iqtec، راح يطلع لي فقط هذا السطر، وطلع لي انه غيره الاونر سوا root مثل ما تشوفون. هسه احنا اذا
إذا رجعنا سوينا هنا جينا نسوي change mode of access وليس change owner، وقلنا له بالنسبة لليوزر ضيفنا execute، أو هنا هو مضيف execute نحذف من عند execute. بهاي الحالة للملف هاي اي كيو تيك راح يشوف يقول لك ما عندك permission، لأنه مو أنت الاونر مال فايل، أنت لازم تفوت بالروت يلا تقدر تغير هذا. بينما بالفيديو السابق تذكرون كنا نقدر نسوي تغيير، لأنه كنا عمار هو الاونر وإحنا فايتين باليوزر عمار، فنقدر نسوي تغيير مثل منحل. راح نكمل بالفيديو اللي يجي، تابعوا يعني.